بعد ذلك إلى الموقف والقرار الذي اتخذه الجيش المسلم عندما علم بالعدد المهول جيش الروم، عدد يفوق أضعاف الأضعاف الأضعاف للجيش المسلم، 3000 مقاتل صحابي في الجيش المسلم مقابل 200,000 من جيش الروم. ماذا فعل الجيش المسلم؟ وما القرار الذي اتخذه؟ حيث كان هرقل ملك الروم في 100,000 من الروم، وانضم إليه من قبائل العرب المتنصرة من بني بكر، ولخم وجذام 100,000. فلما بلغ ذلك المسلمين أقاموا على معاني ليلتين، ومعاني المكان الذي أقاموا فيه المسلمين يتفكرون في قرارهم الذي سيتخذونه عند معرفتهم بعدد جيش الروم 200,000 مقابل 3,000 مقاتل. ينظرون في أمرهم وقالوا: نكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نخبره بعدد عدونا، فإما أن يمدنا برجال وإما أن يأمرنا بأمره فنمضي له. شجع الناس عبد الله بن رواح وقال: يا قوم، والله إن الذي تكرهون للذي خرجتم أطلبون الشهادة، وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة، ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به، فانطلقوا، فإنما هي إحدى الحسنيين، إما ظهور وإما شهادة. فقال الناس: قد والله صدق ابن رواح. فمضى الناس، مضى الجيش. فقال عبد الله بن رواح في محبسه الذلك في معاني المكان الذي أقاموا فيه الليلتين يأخذون القرار، قال عبد الله بن رواح: جلبنا الخيل من أجأ وفرع، تعر من الحشيش لها العقوم، حذوناها من الصوان سفلا، أزل كأن صفحته أديم، أقامت ليلتين على معه، فأعقب بعد فترتها جموم، فرحنا والجياد مسومات، تنفس في مناخرها سموم، فلا وأبى مآب لنأتينها، وإن كانت بها عرب وروم. ثم مضى الناس، وقال ابن إسحاق: مضى الناس ومضى الجيش، حتى إذا كانوا بتخوم البلقاء لقيتهم جموع هرقل من الروم والعرب بقرية من قرى البلقاء يقال لها مشارف. ثم دنا العدو وانحاز المسلمون إلى قرية يقال لها مؤمن، أي تلاقى الجيشين، وانحاز المسلمون إلى مكان يقال له مؤمن، يكون لهم مكان استراتيجي في الحرب. فالتقى الناس عندها عند مؤمن، فتعبى لهم المسلمون، أي تجهز الجيش المسلم وجعل على الجناح الأيمن لهم رجلا من بني عذرة يقال له قطبة بن قتادة، وعلى الجناح الأيسر رجلا من الأنصار يقال له عباية بن مالك. ثم التقى الجيشين فاقتتلوا، فقاتل زيد بن حارثة براية رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن إسحاق: ثم التقى الناس فاقتتلوا، فقاتل زيد بن حارثة براية رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى شاط في رماح القوم. ثم